أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنا بالله وصدق الله العظيم.